وابني على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصفا ما نكر من كل ما التعريف فيه اكثر وما يكون منه منقصا ففي اعرابه نهج جوار يقتفي ولاضطرار او تناسب ينصرف للمنع والمصروف وقد ينصرف. قال وابني على الكسر فعال علما مؤنثا فتقول جاءت حلامي فاعل مبني في محل رفع، رايت حلامي مفعول به مبني على الكسر في محل نصب، مررت بحلامي الباء حرف جر وحلامي مبني على الكسر في محل جر بالباء، فهي عند الحجازيين مبنيه على الكسر في كل الاحوال. قالوا بنيت الحاقا لها باسم الفعل، باسم الفعل نحو كتابي وضرابي. وجه الشبه التأنيث والعدل والوزن، التأنيث والوزن والعدل والتعريف معرفة أربعة. حلامي معدول عن حالمة، حلامي اللفظ مؤنث والوزن متحد مثل كتابي، إذن حملت على اسم الفعل. لماذا بنيت حلامي ونحوها؟ حمل على اسم الفعل لأن أشبهته وجه الشبه أربعة، التأنيث والتعريف والوزن والعدل. وابني على كسر في اللفظ، في اللفظ اسم الفعل كتابي الفعل قد يقال ان الفعل اللفظ، اللفظ نفسه والله او الكلمه اولتها بكلمه. وهو نظير الجشماء عند تميم، اما بنو تميم فانهم يعربون اعراب ما لا ينصرف، يعربون اعراب ما تقول هذه حلام ورايت حلام ورايت بحلامه. اما الحجازيين يبنون على الكسر، وبنو تميم يبنون على الكسر اذا كان مخطوطا بالراء كوباري وحضاري وسفاري، ولان لغتهم الاماله والراء المكسوره تساعدهم على ذلك فالتزموا بناءه على الكسر. ونظير الجشم عند تميم وصفا ما نكر من كل ما التعريف فيه اكثر. الوناع السبعه التي ذكرها اخيرا وهي التي يكون التعريف احدى علتي بنائها، اذا جعلتها نكره عرف صرفتها، صرفتها. وهو من قوله، من قوله والعلم من اعصرفهم وركبا تركيب مزيد وحاول زائد فعلاء والاعجمي والمؤنث والذي اخره الف الحاق والمعدول ووزن جر. تقول رب معدي كريب وعثمان وزينب وعلقا ويزيد وعمر لقيتهم. إذا نكرته فقد جزء من إحدى العلتين المقتضيتين لبنائه لبنائه من الصرف فإنك تصرفه. واضح؟ ليس عمر المعروف، عمر آخر، رب عمرين، عمر أي عمر، واضح؟ ليس عمر معين، ليس غير معين. رب معدي كريم، ليس معدي كريم سيد اليمن على قوله. وصفا ما نكر من كل ما التعريف فيه اكثر اقرا. الممنوع من الصرف المنقوص اذا كان منقوصا اسلك في في معاملته مثل جوار، وذلك بتنوينه وحذف يائه جرا ورفعا واثباتها مفتوحه نصبا. فتقول هذه جوار ومرت بجوار ورأيت جواري لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. قال والفجر وليال، الأولى رفع الثانية جر. قال سيروا فيها ليالي وأياما. وقال بعضهم بل يجر بفتحة فتقول مررت بليالي. استدلوا بقول الشاعر قد عجبت مني ومن يعيلي لما رأتني خلقا مقلوليا ومن يعيلي. لم ينونه في الجر بل جره بفتحة، واضح؟ كلمة من الصرف. ومن ذلك قول الفرزدق رحمه الله تعالى وكان عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي يقول لا أستدل بشعر الفرزدق لكثرة لحنه
وكان ذلك يبلغ الفرزدق عنهم فغضب وقال: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا. قال له: هجوتني ولحنت، كان عليك ان تقول ولكن عبد الله مولى موالي. هذا مقولي: وما يكون منقصا ففي اعرابه من الجوار يقطع اقرا. قال: ممنوع من الصرف، قد يصاف للتناسب، وهو ان تكون الكلمه بجانب كلمه اخرى مصروفه كقراءه ورش امامنا رحمه الله تعالى. قال: ان اعداء الكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرا. صيفت سلاسلا بسبب اغلالا. وقرا بعضهم: ولا يغوثا ويعوقا ونصرا. صرف يعوق يغوث ويعوق لمناسبه نسرا، وكقراءه ورش. واكواب كانت قواريرا قواريرا من فضه قدروها التناسب للطراب، وهو الشعر يضطر في الشعر وهو كثير جدا في الشعر. قال: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزه تبصر خليلي هل ترى من وعائن. هذا ما قوله التناسب. والمصروف قد لا ينصرف، منعه البصريه مطلقا. قالوا: المصروف لا يجوز منعه، واجازه الكوفيون وتمسكوا بقول عباس بن مرداس رضي الله عنه قال: وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفعي. وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس. الممنوع من الصرف المصروف منعه من الصرف للضروره. قال: طلب الكتائب طلب الكتائب طلب الأزارق بالكتائب إذا غدت بشبيبة إذ هوت بشبيبة غائلة غائلة النفوس غدور بشبيبة. مصروف منع من الصرف للضرورة. أحدهم يمدحه يمدحه سفيان سهر الحجاج وقد يقاتل الخوارج. مفهوم؟ أنا أقول: وللطراي أو تناسل ينصب المنك والمصروف غدر. الممنوع من الصرف أقسام: بعضه لا يصرف مكبرا ولا مصغرا، كزينب. زينب إذا صغرتها تكون زينب، ممنوعة مكبرة ومصغرة. وبعضهم يمنع مكبرا ويصرف مصغرا، كعمر. إذا صغرتها تقول عمر يصرف. وبعضهم فيه الوجهان مكبرا ويتحتم صرفه منعه مصغرا، كهند تقول هنيدة صارت يتا. وبعضهم يصرف بعضهم لا يصرف مكبرا ويصرف كتحلئ. لو سميت شخصا تحلئ يصرف مكبرا، فإذا صغرته صار تحيل على وزن أبيط سقط في وزن الفعل فيمنع. والله أعلم.